اعمل ايه يا رب في مشكلة المية دي؟ تقصدني مية يا ابونا اسحاق؟ المية اللي بتيجي من الارض ولا المية اللي بتيجي من جيوب الناس؟ المية اللي بتيجي من الارض من قلب الصخر عمرها ما اتقطعت. ايوه روت اجيال واجيال قبلنا وهي زي ما هي صافية وبتفي، انما اللي بقى حجر بجد قلوب الناس. ايوه شوف انا لفيت كام مديرية كام مركز وكام قفر وكام نجا، عمري ما لقيت قلب طيب وطاهر وبيدي حقيقي الا الانبا ابراهام الله ينجح روحه. ابو نسحاق انت رحت الفيوم؟ رحت وقابلته وشفته وسمعت صوته زي ما انا شايفك دلوقت، ولولا كده كنت فكرت ان انا قابلت واحد من الملايكه. ايوه يا ابونا اندراوس تعال بسرعه. قول يا ابونا اندراوس انت بتتعب طول النهار، روح عن نفسك. اقوم اعمل ايه؟ الرهبان قاعدين بيعملوا مسرحية. مسرحية؟ السلام لمولانا الملك هيرودس. احنا مجوز جايين من المشرق الى اورشليم عشان نعرف مين مولود ملك اليهود. شفنا نجمة في المشرق، جينا نسجد له ونقدم له هدايانا. ملك لليهود غيري انا يا حارس؟ امر مولاي الملك هيرودس. انده لي رئيس الكهنة. امر مولاي. مولود ملك اليهود؟ امال انا بعمل ايه؟ رئيس الكهنة يا مولاي. يا رئيس الكهنة. نعم. اين يولد المسيح؟ في بيت لحم اليهودية. هنقعد على الحال ده كتير. ربنا يبعت يا ابويا. حياة الرهبنة تجرد صحيح، بس ناكل خبز ومية وملح شهرين يا ابونا دوماديوس. وهو ابونا اسحاق راح فين؟ ما انتوا عارفين يا جماعة نزل العالم يجمع التبرعات. انا هروح البراموس والمحرج ولا اي دير تاني، الاديرة كتير، على الاقل مش في حتة مقطوعة كده. والمؤن ما بتجيش غير مرة كل شهرين. ده احنا ما عندناش دقيق نخبز القربان، امال هنصلي الجداديس كيف؟ وانت يا ابونا اندراوس مش عاوز تقول حاجه؟ اللي يبني بيت يقعد فيه. برضه هتقعد يا ابونا اندراوس؟ اللي يبني بيت يقعد فيه. مش هتسلك من هجامه وقطاع الطرق. اللي يبني بيت يقعد فيه. خايف عليك يا ولد. اللي يبني بيت يقعد فيه. مصلوب على بابك ترنيمة لغيابك، وفاتوني أحبابك وحداني في ثيابك. آه يا حيطان حني على قلبي مش سني، عمري ما خفت الخوف ولا خفت مني ولا خفت مني. يكون معاك ما يكون عليك، روحي في هواك مشدود إليك، لا شيء سواك يهديني ليك، أصبح فداك ما انت كفيل بيا، في وحدتي ديا عديني بحر الخوف، اطرح بقلبي شوف عكازي يصبح طير.
والشكر لك في علاك محبة مني إليك يكون معاك ما يكون عليك ما يكون لمولانا هيرودس. السلام لمولانا الملك هيرودس. احنا مجوس جايين من المشرق الى اورشليم علشان نعرف مين المولود ملك اليهود. مولود ملك لليهود غيري يا حارس. امر مولاي. يحضر رئيس الكهنة حالا. يا رئيس الكهنة. نعم. اين يولد المسيح؟ في بيت لحم اليهودية. أبا صموئيل، أنا بعتب عليك، بعتب عليك أنا يا أبا صموئيل، ده اللي ليه عبد بيخاف عليه ويرعاه، ليه تسيبني وحدي؟ افرض جم الهجامة دلوك وقتلوني. ما يقدروش عليك. إلا سامودي. ما يقدروش عليك. السلام ليك يا أبو صموئيل. السلام ليك يا أبو صموئيل. اللي تحديت البربر بإيمانك واحتمالك. السلام ليك يا أبو صموئيل. المؤمن الأمين يفرح فرح سمين. المؤمن الأمين يفرح فرح سمين. والخاطي ضل حزين لما يسوع يجي. لما يسوع يجي. لما يسوع يجي. يا راهب. مين دي؟ انت يا راهب. مين؟ عابر سبيل. وعايز ايه؟ بدي كسرة خبز وشربة مي. افتح لي الباب. طيب استنى. طيب اسأل زمايلي عندنا مية زيادة ولا لا؟ افتح يا ابونا لوجا. يا ابو اندراوس في عندنا ميه زياده؟ واحد عابر سبيل عايز ميه زياده. لا ما عندناش ميه يا ابو اندراوس. ابو اندراوس. ايوه روح ابو اندراوس سمعني. ايوه روح رن جرس الدير عشان القداس قرب يا ابو نضراوس. حاضر. بعد القداس قرب اروح ارن الجرس. يا عابر سبيل. عابر راح فين؟ مشي. المؤمن الأمين
يفرح فرح سامين المؤمن الامين، يفرح فرح سامين والخاطي ضل حزين لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي الخاطي ضل حزين لما يجي. ايه اللي انا سامعه ده؟ مش ده صوت قطه ده بردك؟ قولي بقالي زمان ما سمعتش صوت قطط، اخر مره كانت في الزوره. ودي عايزه مني ايه هديه؟ انا مش وحيد عايش الدرب البعيد، ودق قلبي مش حزين، ودق قلبي مش سعيد، شايل ملامحي بين كفوفي وشوقي خوفي، وحلمي انك تخرجي مني تشوفي عن قريب مني، مش عنك غريب، مش عنك غريب، مش عنك غريب. يا معدن الطهر والبركات، يا ام النور يا طاهرة، يا شفيعة المؤمنين، يا ام المخلص، ردي عليا يا ام النور، ردي عليا يا ام النور. غلطان انا لما قلت اقعد في الدير؟ غلطان انا والدية؟ ردي عليا يا ام النور. أباء الرهبان اتأخروا عليا قوي 4 شهور يا أم النور، عبد كان ضراوس معذور، ردي عليا يا أم النور. خليني في الدير ولا أرجع الزورة تاني؟ أنا أعمل إيه أنا يا أم النور؟ يا أم النور ردي عليا. أنا جاية هذا المكان لأجل طهارتك يا اندراوس وطهارة صموئيل عبدي. سلام ليك يا أم النور، سلام ليك يا أم النور، سلام ليك يا أم النور. افتح يا ابونا اندراوس. ايه الحكايه يا اندراوس؟ القعده وحدك خلتك تسمع حاجات مش موجوده ولا ايه؟ يا ابونا اندراوس افتح الباب يا ولدي. لا ده الحكايه بجد. كيفك يا ابونا اندراوس؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتكم. انا قلت اندراوس زهق ومشي. ربنا ما بينساش حد يا ابونا عبد الملك. انا كنت خايف عليك قوي يا ابونا اندراوس، كويس ان اطمنا عليك. الحمد لله. انا بقى مش هسيبك غير لما تحكي لي على كل اللي حصل لك في ال4 شهور دول وما تفوتش حاجه. حاضر حاضر يا ابونا. امال فين بقيت الاباء الرهبان؟ جايين ورانا. يعني نسيت تسال على ابونا اسحاق. ايه بتقول؟ ايه
ابونا اسحاق معاكم؟ جاي ومعاه ثلاث جمال محملين من خيرات ربنا، قمح وعدس وفول. ايش 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 يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب. ايه يا القطة فين؟ يا من انت كريم يا رب. ابونا اسحاق. نعم. ما تحكي لي حكاية. عايز تسمع حكاية ايه؟ احكي لي حكاية الام صمويل المعترف. بقالك كل ده في الدير ولسه ما عرفتش حكايته؟ لا اعرف بس بحبها يعني، احكيها لي مرة تانية. حاضر. ابونا صمويل يا سيدي. ايوه. اتولد في قرية اسمها دكلو. دكلو. من ابوين تقيين. ايوه. ابوه كان اسمه سيلاس. سيلاس. وامه كان اسمها قسيماني. قسيماني. ووصلوا لسن الشيخوخة وما كانش عندهم ولاد. ايوه ما كانش. ايوه. لكن فضلوا على طلبتهم وصلاتهم انه ربنا يرزقهم. اعطاهم صموئيل. صموئيل. ايوه. صموئيل لما كبر ابوه علمه مهنته اللي هي ايه؟ نسخ الكتب. ومع نسخ الكتب علموا الصلاة والصوم والطقوس وقراية الكتاب المقدس. الكتاب المقدس. ايوه. ولما كبر ابوه حب يجوزه لكن صموئيل رفض، فظهر الملاك لابوه وقال له وبعدين كمل ابونا اسحاق. قال ايه ملاك لابوه؟ ابونا اسحاق مين؟ الله ينيح روحه. انت كل ما تشوفني تقول لي احكي لي حكايه الام صمويل تسرح. معلش معلش يا ابونا بولس، اصل ابونا اسحاق ده كان ابوي، كان اول واحد يحكي لي حكايه الام صمويل. الله ينيح روحه، كان قديس عظيم. ايوه. عم اقول لك ايه يا ابو نضراوس؟ ايوه. انا ما عنديش وقت اضيعه في الحواديت، اللي هيحب الانبا صمويل يروح يدور على مغارته، انا عن نفسي هروح ادور على مغارة. خدني معاك يا ابو نابولس. اخدك معايا اعمل بيك ايه؟ وبعدين انا همشي من الدير اقل له 5 كيلو كمان. برضك هاي معاك. انت عاوز تاخد الوكا وحدك ولا ايه؟ قلت لك لا يعني لا. طريق الجهاد في العالم عامل زي تل الرمل اللي احنا بنطلعه ده، البني ادم منينا بيبقى قدام الشهوة والخطية لاقة فيه، ما عايزاش تفوت وصل، وفي يوم يقول لنفسه لا هبطلها يعني هبطلها، ويقولها من كل قلبه ويطلب مساعدة ربنا ويتكل على الله ويبتدي الطريق، وهو عارف انه طريق واعر قوي، يفضل يقع ويقوم يقع ويقوم، ويمكن الشوية اللي بيقعهم يرجعوه حد مطرح ما ابتدى، بس لازم يقف ويكمل ويحط هدفه قدامه، لما بيوصل وربنا ينجيه منها ساعتها يقدر يفتح صدره ويعبيه من الهوى الطاهر براحته وهو مش خايف، لأن السلام بيطرد الخوف. شايف انا شايفه دلوقتي يا ابو نضراوس. ايوه قول قول يا ابو نابولس. شايف ايه؟ شايف العالم كله تغير قوي. شايف النخله اللي بقعد تحتيها وتخبيني في ظلها، شايفها زي ما يكون حصوايا صغيره. نفس الاحساس اللي بيحس بيه صاحب الصبر وخصوصا سامي الكبير. ايوه. حاسس ان كل اللي على الارض شيء ملوش قيمه. ايه يا ابو نابولس، البني ادم اللي بيعيش على الارض
ويعمل حاجة تنفعه هو واللي حواليه واللي من بعد كمان. هو ده اللي بقاله قيمة؟ كلامك صح يا ابو اندراوس. ها يلا بينا بقى نستعد للشغل. ماشي. انا شايف ده يطلع رمل كبير قوي. ايوه. وانا حاسس تحت التل ده نكشف عن المغارة. يعني لازم كل التل ده ينزاح عشان نشوف المغارة. امان عليا. حاضر حضرة القمص. بس تكمل حكاية الانبا صمويل. ما يا ابونا اندراوس شفت ايه؟ اقول لك يا ابونا بولس ما شفتش حاجه. قصدي لقيت ايه؟ اقول لك انا وصلت للمحبسه. هي ضيقه قوي ونزل تحت زي البير وسقفها عالي، سقفها فوق راسي بكتير، مليح فوق راسي بكتير. سلام يا ابونا اندراوس. لقيناها سلام، لقيناها سلام يا ابونا. لقينا مغارة الأنبا صمويل يا ابونا مينا. ايوه لقيناها يا سيدنا. قلت لك انا مش سيدنا. لا سيدنا. حاضر يا سيدي، اسمع يا ابونا بولس. نعم يا ابونا. روح لابونا مينا الصغير وخليه ينبع على الرهبان كلهم. بعد العشية هنطلع كلنا مغارة الأنبا صمويل ونصلي هناك. حاضر. لقيناها يا سيدنا وبعدنا نروح الحفرة. فاكر يا ابونا لقونا في الطاحونة وما كانش عندنا دقيق وشيعتني اجيب دقيق من شبرا. الطاحونة ولا يوم من ايامها يا ابونا مينا، كانت ايام كلها بركة. تعرف يا ابونا انا ما حاسسش فرق واصل ما بين قعدتنا في الطاحونة وقعدتنا في الدير. هناك كنا قاعدين في حته مقطوعه ما فيهاش ناس، وهنا الدير برضيك مهجور ومحتاج موان. الدير مش محتاج موان بس يا ابونا، الدير محتاج مباني. نفسي ارمم كنيسه العذراء. واه دي محتاجه فلوس كتيره قوي. مالي مينا يتصرف، دي كنيسه ام النور. تصرف يا مالي مينا، تصرف. سيدنا يا ابونا اندراوس، قلت لك انا مش سيدنا. ما تقرا لي حاجه يا سيدنا. حاضر يا سيدي، انا يا دوب لسه منتهي من نسخ كتاب مهم قوي بيجمع تعاليم ماري اسحاق السورياني. وبيقول ايه بقى ماري اسحاق السورياني؟ بيتكلم عن تعاليم الرهبان، يعني مثلا بيقول عن الجهاد: الراهب الذي في زمن الخضوع والطاعة يختار لنفسه الراحة والحرية، فإنه في زمن الراحة الحقيقي بالعدل يبكي ويجوع ويشقى بالندامة. يعني ايه الكلام ده يا سيدنا؟ يعني يا ابونا اندراوس
الراهب اللي عاش على الارض في حرية ويعمل كل اللي يحل ليه في الحياة الابدية هيعيش حياة كلها شقاء ودموع وندامة. بتبكي ليه يا ابونا اندراوس؟ يعني هو الكلام اللي هتقوله ده ما يبكيش؟ يبكي يا ابونا، بس يبكي الراهب اللي عاش على الارض في حرية مرتاح. لكن انت يا ابونا من يوم ما شفتك ما شفتكش ساعة واحدة على بعضها قاعد من غير شغل. اشوف وشك خير يا ابونا مينا. هتحملني امانة كبيرة قوي يا ابونا مينا. بركة صلوات ماري مينا تكون معاك وتحفظك، انت اسمك على اسمه. خدت سنين قعدتها معاك تطلحونا، كل ما هنعمل جرعة عشان نعرف ربنا عايز ايه اقعد معاك ولا هملك. الجرعة هتقول اقعد معاه اقعد معاه، ودلوقتي عايز تسيبني. انت شايف المكان ده كله سواح وقديسين، الانبا صموئيل، الانبا يسطس، والانبا استفانوس، والانبا بسادة، والأبا غليون. بركة صلوات ومشافعاتكم تكون معاك وتحفظك. تعرف يا ابونا مينا، قول يا ابونا. انا عندي احساس ان ربنا ضمن رجوعي مصر تاني عشان تمسك وكيل الدير. ربنا بيجهزك لمسؤولية اكبر يا ابونا مينا. مسؤولية تاني عاد العاد تتصرف. ببعت اخبارك في الجوابات يا ابونا مينا. ربنا يحافظ عليك. ربنا معاك يا ابونا مينا، يا راجل يا بركة. اعمل ايه انا دلوقتي يا رب؟ اعمل ايه؟ ارجع الدير ولا كمي على الزورة؟ دبرها من عندك يا رب، دبرها من عندك. ايه يا مصطفى؟ شايف الراجل اللي واقف هناك برد ده؟ ايه يا شايفاه؟ تبين عليه حلم الرهبان الدير. ايوه، يبقى ما يصحش نسيبه واقف كده في البرد. انا اروح انادم عليه. اتفضل يا ابونا، اتفضل اتفضل لبيت بيتك. اعمل لنا كوبايتين شاي يا فاطمه. حاضر. تبعت حدانا الليله والصبح باذن الله تكمل سفرك. كتر خيرك. انت كنت رايح فين يا ابونا؟ صدقني انا كنت نازل على مصر. عامه اللي بيتك خد راحتك على الاخر، واديك زي ما انت شايف البيت فاضي اهو، لا عيل ولا تيل. يا رب يا الهي القدوس، اعطي السلامه والطمانينه لاهل هذا البيت، احفظهم في الدخول وفي الخروج، في القيام وفي الصعود. املأ مخازنهم يا رب بركاتك، اكثر واثمر في زرعهم وحصادهم ومواشيهم. املأهم يا الهي بالبركة والنعمة، احفظهم من كل شر ومن شبه الشر. نجهم يا الهي من الامراض والاوجاع والمخاطر، عوضهم يا الهي تعب محبتهم بالخير والنعمة والبركة. احفظنا دائما يا الهي القدوس، واجعلنا مستحقين ان نقول لك بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك.